لا انا سالت لو ما خدش اجابه. طيب يعني جاوبني. لا اذا سالت سؤال وانا جاي في الطريق قلت مرتضى منصور عايز ايه؟ لا قبل ده انا عايز اسال دلوقتي ان شاء الله ناخد خبر باذن الله. لو السيسي رشح نفسه او ما رشحش نفسه؟ شرف انه يبقى منافسه مع السيد المشير السيسي. فانت خدت القرار فعلا انك هترشح نفسك رئاسه باذن الله؟ ليه؟ اولا انتخابات مجلس الشعب طبعا هي اصغر. انا جبت 150 الف صوت من بلد واحده اللي هي متغامر واجا في الاوتميده في الوقت اللي فيه حد مرشح جاب 120 الف صوت على مستوى الجمهوريه. ادي واحد. نمره اتنين، انا قدمت اوراقي في الانتخابات اللي مضت وللاسف الشديد كانت اوراقي كلها كامله ومستوفيه، وفجاه فوجئت بانه بعتين لي انه لا احنا شلنا اسمك. فالاخ حاتم بيجاته طلع عمل حديث صحفي كده قال احنا شلنا مرتضى عشان توكيلاته مش كامله. انا ما كانش توكيلات على فكره يا حاتم او يا استاذ حاتم، انا كنت حزب مرشحني ومقدم اوراق ترشيحي وموافق على ترشيحي.